بالنسبة للحفلات النهاردة بقى إن شاء الله، النهاردة هيكون في عندنا حفل للنجم الكبير أستاذ وليد توفيق، وفي حفل برضو للفنان سعيد الأرتست وفرقته طبعا، فزي ما بقول، وكمان في حفل الكورال كلية التربية الموسيقية، اسم الكورال يعني أو كده مسمينه صوت العاصمة، فده التنوع، فكرة التنوع الكبير اللي بقول لحضراتكم عليه. طيب نروح بقى على الهوا دلوقتي مع التحضيرات الأخيرة قبل الحفلات بتاعة النهاردة اللي هتكون بعد ما نخلص البرنامج على طول. معانا على الهوا من مهرجان القلعة الفنان سعيد الأرتست. مساء الخير يا أستاذ سعيد، أهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا أستاذة نطمة، أهلا أهلا بيك أهلا، وأهلا بقناة الحياة والمشاهدين. إيه الأخبار أهلا عندك؟ بحضرتك، أهلا بحضرتك. تمام، مية مية، الحمد لله كله تمام. تمام. انت عارفة طبعا ها اتفضل. مهرجانات القلعة دي طبعا بتبقى زحام جامد جدا وحاجة جميلة، يعني الواحد بيتشرف، واي فنان ان هو يتشرف ان هو يشارك في المهرجان. اهلا بحضرتك. دي يا استاذ سعيد دي المشاركة الأولى لحضرتك في المهرجان ولا شاركت قبل كده؟ شوفي، اقول لحضرتك على حاجة، انا اقدم عازف اشترك في مهرجان ما الموسيقى شاء الله. والغناء، يعني من اول سنه ابتدى لغايه السنه دي، يعني تقريبا عملت 28 حفله على المهرجان طبعا ال 31، انا تقريبا 28 سنه ما في شاء الله المهرجان ده، ما شاء الله، اقدم فنان. حلو، الله اكبر، ما شاء الله. طب قول لي بقى، انت شاهد من اهلها؟ ايوه، انا بقى عايزك تقول لي المهرجان على مدار السنين دي كلها، ودايما يقول لك ايه، ما دام كل السنين ده يعني ده دليل على نجاحه وقبوله الكبير عند الجمهور، قول لي من سنه طبعًا. لسنه والسنه دي واللي قبلها، شايف ازاي طبعا تطور طبعا، المهرجان والفكره؟ والله هو كل سنه في تقدم جامد جدا، وده اهم مهرجان يعني بالنسبه لاي فنان، ان هو مهرجان شامل كل الناس اللي يعني بيشوفوا نجوم كبار، وطبعا انت شايفه التيكت حاجه بسيطه جدا، فبيفرح الجمهور، وانت عارفه الجمهور هنا، الجمهور في جمهور طبعا قادر، في جمهور بسيط، انما طبعا هيئه الاثار وهيئه السياحه ودار الاوبرا كل يعني بيتعاونوا مع الناس ان هم يشاهدوا النجوم بثمن تذكره بسيط جدا عشان كل الناس تتفرج. والسنه دي عاملين حاجه جميله جدا، وعاملين نجوم كبار جدا موجودين معانا، وان شاء الله انا كمان عامل حاجه جديده، ان 40 بنت هيلعبوا طبله النهارده، غير الاطفال، غير مطربين، غير مزمار، غير الربابه، يعني عامل بهتم جدا كل سنه. يعني انا ابتديت من اول سنه، من ايام كان رئيس الاوبرا الدكتور مصطفى ناجي، بسبع افراد، وكان بنت واحده كانت بتطبل في جمهوريه مصر العربيه، كانت بنت واحده. النهارده ما شاء الله انا بدي يعني كورسات في دار الاوبرا اسكندريه، ودار الاوبرا القاهره، ودار الاوبرا دمنهور، فالبنات مش انا اقول لحضرتك قد ايه يعني شاطرين حاجه اسمها طبل. فالنهارده هيلعبوا معايا 40 جدا، اشطر من الولاد كمان بالفتره بقى فالنهارده ان شاء الله 40 بنت لا والله، لا هم بجد بجد بيهتموا جدا، اصل الطبله دي حاجه بتفرحهم، يعني عارفه ايوه، الطبله الاله الوحيده اللي هي بتخلي الواحد كده مزاجه عالي، يقدر يعمل كل المجهود يومه وهو مبسوط بعد ما يعمل التركات بتاعت الطبله. هم حابين الطبله، وان شاء الله هتتفرجوا على حاجه جميله يا جدا رب النهارده، ان شاء الله كل وانا بعمل بروفات التوفيق. بقالي اسبوع. ان شاء لا الله. لا لا ان شاء الله يا وأنا رب. انا سعيد ان انا معاكي والله استاذه الله لبنى، يخليك، يعني الله يخليك، بجد يعني ربنا عالم ان الواحد بيعزك قد ايه. تسلم لي يا استاذ سعيد، ربنا ربنا يخلي يخليك حضرتك وكل حفله وانت طيب، ونشوفك. بس عايزك تتفرجي النهارده؟ على طول انا ان شاء بتفرج الله على ان شاء فكره. لا الله. والله على طول بتغير جو وبتفك الواحد، ان شاء وكلنا الله ان محتاجين شاء الله. الطاقه الايجابيه دي. بشكرك طبعا يا استاذ طبعا سعيد، طبعا كتر خيرك، كتر خيرك، مع الف سلام.